يكون يعطيكم العافية. هذا الجزء الثاني إن شاء الله من مراجعة الفسيولوجي لمادة السكن. أو الشابتر 6 راح أتكلم عن سكيلت المسل وكيف بصير كونتراكشن سكيلت المسل. قبل ما نبلش بدنا نعمل في يعني في مجموعة مصطلحات بدنا نعرف يعني شو معناها بالضبط. في عندنا لما يحكي سكيلت المسل فايبر هي تعني سكيلت المسل سيل. فالسكيلت المسل سيل هي عبارة عن يعني فايبر، يعني هي لونج سيل وهي تسوي السكيلت المسل سيل. بينما لما نحكي الساركوليما هي عباره عن البلازما ميمبرين اللي بيغطي المسل سيل. لما نحكي المايوفايبريل هي عباره عن الكونتراكتايل ستراكشر داخل السكيلت المسل سيل او الفايبر. يعني مثلا هي هون عندي هاي كلها مثلا المسل فايبر، هاي كلها مسل فايبر. بينما المسل فايبر نفسه فيه مجموعه مايوفايبريلز، فالمايوفايبريل هي عباره عن الكونتراكتايل يونت بالمسل فايبر. لما نسمع كلمة تي تي بيول، تي تي بيول هي عبارة عن انفاجينيشن من الساركوليما او من البلازما ميمبرين. يعني انا عندي هون بلازما ميمبرين او ساركوليما الميمبرين فيها انفاجينيشن، بيدخل لداخل او خلينا نقول بيروح ديبلي في السكيلت المسل، في السكيلت المسل سيل. فهذا الانفاجينيشن بيسموه الترانسفيرس تي بيول او يعني بيرمزوا له بالتي تي بيول. طيب عندنا شيء اسمه ساركوبلازم كريتيكولم، هي عباره عن خلينا نقول اورجن الموجود داخل السكيلت المسل سيل. هو عباره عن يعني خلينا نقول ستورج او بيعمل ستورج للكالسيوم. فالكالسيوم يكون مخزن في الساركوبلازم كريتيكولم الموجود داخل السكيلت المسل سيل. طيب على اطراف او خلينا نقول الجزء الطرفي من الساركوبلازم كريتيكولم بيكون شيء اسمه التيرمينال سيستيرني. التيرمينال سيستيرني لما تكون يعني اللي هي خلينا نقول بتكون قريبه من التي تيوبيول او يعني بتحيطها. فالتو تيرمينال سيستيرني مع التي تيوبيول يعني هاي ثلاث خلينا نقول ثري ستراكشرز هاي بيسموها الترايد. فالترايد هو عباره عن تي تيوبيول مع سيستيرنا على كل جهه. احنا زي ما نعرف انه في عندنا 3 تايبز اوف مسل. في عندنا الكاردياك والسكيلتال مسل وهي بسموها الاسترياتد مسل، لانه الاستريشن بصير بسبب خلينا نقول ترتيب الميوسين والاكتين فيلمنت زي ما راح نحكي كمان شوي. بينما السموث مسل سيل هو الثيرد تايب اوف مسل ومش استريتد. احنا حكينا انه المايوفايبرل هي بتكون كونتراكتال يونت بالمسل سيل. الان المايوفايبرل نفسه بتكون من مجموعه ساركوميرز. الساركومير هو عباره عن خلينا نقول بيحتوي او خلينا نقول الفانكشنال يونت اوف مسل سيل. يعني الفانكشنال يونت او البيسك ستراكشر يونت اوف مسل سيل هو الساركومير. بيحتوي على الاكتين والمايوسين فيلامنت، بيكونوا يعني خلينا نقول على شكل متوازي، يعني مرتبطات مع بعض بشكل متوازي. فالساركومير هو الفانكشنال يونت اوف مسل سيل، ومجموعه الساركوميرز راح تكون لي المايوفايبرز. انا عندي نوعين من الفيلامنت، عندي ثين فيلامنت وثيك فيلامنت. الثين فيلامنت هو بكونه او عباره عن الاكتين، بينما الميوسين هو عباره عن الثيك فيلامنت. والثيك فيلامنت والثين فيلامنت راح يكونوا مرتبطين مع بعض زي ما راح نشوف كمان شوي. طيب الميوسين او الثيك فيلامنت في عندها هيد اند تيل دومينز او كومبوننت. ففي عندنا الميوسين في عندنا شيء في شيء او مكون منه اسمه الميوسين هيد او الهيدز اوف ميوسين. بينما الاكتين راح يكون عباره عن بوليمر اوف بروتين، راح تكون خلينا نقول تويستد اون ايتش اذر، راح تكون عباره يعني ملتفات حوالين بعض. اذا بنشوف في الصوره هون انا عندي الميوسين، هي هو هذا الميوسين فيلامنت، هو عباره عن ثيك فيلامنت. هون عندي الاكتين فيلامنت اللي هو ثين فيلامنت. الميوسين زي ما بنشوف بنلاقي هون في له زي هيدز، يعني هي عباره بسموها الهيدز اوف ميوسين. بين وهو خلينا نقول من ناحيه الاستراكشر فهو ثيك، بينما الاكتين ما عندوش هيدز وهو خلينا نقول ثينر ذان ميوسين فيلامنت. على نهايه كل ساركومير من كل جهه في عندنا شيء اسمه زي ديسك، اللي هي يعني تعتبر خلينا نقول نهايه الساركومير. يعني انا كل ساركومير في عندي زي ديسك وبيطلع منها اكتين فيلامنت، اكتين فيلامنت، وبين الاكتين فيلامنت راح يكون عندي خلينا نقول مايوسين فيلامنت اللي هي الثيك فيلامنت. فالزي ديسك هي عباره عن يعني نهايه الساركومير. الزي ديسك طيب هي الزي ديسك موجوده هون. الزي ديسك ترتبط مع المايوسين ببروتين بيسموه التايتن.
فانا هي هون عندي هاي كلها الساركومير، يعني على كل جهه من الساركومير في عندي الزي ديسك اللي يعني خلينا نقول بيشكل حدود الساركومير. الزي ديسك بيرتبط بالميوسين عن طريق التايتن، والميوسين بترتبط مع الاكتين عن طريق الهيد اوف ميوسين او الهيدز اوف ميوسين. هسه الساركومير قسموها ل خلينا نقول في مصطلحات بتتكلم عن الاناتومي تبعت الساركومير. يعني لما اجي احكي الاي باند، الاي باند هي الجزء اللي من او الاريا اللي بتشكلها الاكتين فيلمنت المرتبط بالزي لاين. يعني الزي لاين راح تكون مرتبطه بالاكتين وبالميوسين، راح ترتبط بالميوسين عن طريق البروتين اللي اسمه تايتن، وبينما راح تكون مرتبطه مباشره مع الاكتين فيلمنت. فالجزء اللي بيكون او المساحه اللي بتكون فيها بتتشكل بس من اكتين فيلمنت وما فيها ميوسين، هاي المنطقه والمساحه بيسموها الاي باند، هي عباره عن لايت باند نير ذا زي ديسك. ماشي، عندنا مصطلح ثاني هو الاي باند. هسه احنا عندنا اي باند على كل جهه، يعني على كل طرف عندنا اي باند. المسافه اللي بين كل الاي باند الاثنين بيسموها الاي باند، والاي باند تشكل الاوفرلاب بين الميوسين فيلمنت والاكتين فيلمنت. يعني في هاي المنطقه راح يكون انا عندي الميوسين فيلمنت وبكون مرتبط فيها او خلينا نقول اوفرلابد وذ اكتين فيلمنت. وفي مصطلح ثالث هو الاتش باند. الاتش باند هو المسافه اللي بتكون بين الاكتين فيلمنت، يعني الاكتين فيلمنت عندي انتهى لهون من كل طرف. المساحة اللي بتكون بتتكون بتتشكل بس من الميوسين فيلمنت وما بتكون مكونة من الثين فيلمنت، هاي بيسموها الاتش زون. طيب في عندنا الاملاين، هو عبارة عن خلينا نقول السنترال لاين اوف ساركومير. الان ايش اهمية كل هاي المصطلحات؟ بدي اعرف الفكرة منها، اني بدي اعرف انو اللي بيصير له خلينا نقول شورتنينج وانو اللي بيضل كونستانت بعد ما يصير عندي كونتراكشن. هسه الساركومير زي ما بعرف بعد ما يصير عندي كونتراكشن راح الاكتين فيلمنت ينسحب على الميوسين فيلمنت، وبالتالي الساركومير نفسه يعني طول الساركومير راح يقل، راح يقصر. فبالتالي انا بدي اعرف انو الباند، وهذا يعني بيجي يعني بتكرر في الاسئلة في الامتحانات، انه ايش الباند اللي بيضل ثابت constant in length ما بتغير مع الكونتراكشن، وانو اللي الطول تبعه راح يقل. فالباند اللي راح يضل constant وما راح يقل، يعني ما راح يتغير، اللي هو الاي باند. ليش الاي باند ما راح يتغير؟ لانه الاي باند الجزء الاساسي منه هي الميوسين فيلمنت، والميوسين فيلمنت اصلا ما بيتحرك. يعني الميوسين فيلمنت هو ثابت واللي بيتحرك عليه هو الاكتين. فبالتالي الكون الاي باند هي عباره عن الاوفرلاب اريا بين ذا ميوسين اند فيلمنت، والميوسين فيلمنت نفسها ما بتتحرك ثابته، فبالتالي الاي باند راح يضل ثابت. بينما الاتش باند اللي هو عباره عن المسافه بين الاكتين فيلمنت راح تصغر بعد الكونتراكشن. ليش؟ لانه الاكتين راح يصير له سلايدنج موفمنت على الميوسين، وبالتالي راح ينسحب يعني على لوسط خلينا نقول للام لاين او هي وسط الساركومير، فبالتالي الاكتين فيلمنتس راح يقتربوا كثير من بعض. فمع الكونتراكشن الاتش باند يعني راح يصغر او راح يقل. فالاي باند يعني الخلاصه انه مع المسل كونتراكشن الاي باند بتضلها ثابته، بينما الاتش باند والاي باند وبرضه الاي باند راح يقلوا، لانه الاي باند اللي هي بتكون المسافه اللي بتتكون بس او المساحه اللي بتتكون بس من الثين فيلمنت راح تقل، لانه برضه لما يصير في سلايدنج مومنت من الاكتين على الميوسين هاي المساحه كلها راح تصير ايش؟ راح تمتلي بالميوسين، بالتالي الاي باند برضه راح يقل. فاللي بيقلوا مع الكونتراكشن الباندز اللي بتقل مع الكونتراكشن هي الاتش باند والاي باند، بينما اللي بضلها ثابته هي الاي باند. لما صار عندي ماكسيمال كونتراكشن الاتش باند والاي باند تقريبا راح يعني راح يختفوا، بينما الاي باند راح تظلها موجوده. طب هون على الهيستولوجي خلينا نقول، او ممكن تجيكم صوره زي صوره هيستولوجي، انه الام لاين راح يكون هون خلينا نقول الطرف الساركومير اللي راح تكون منطقه كثير دارك هي الزي ديسك. المنطقه اللي هون اللي خلينا نقول راح تكون يعني لا هي بيضاء ولا هي غامقه كثير، هي راح تكون الميوسين. والمنطقه اللي هون راح تكون الاي باند، الاي باند عفوا، اللي هي بتتكون من الاكتين بس، وهون في الوسط راح يكون الام لاين. اذا حكينا انه الساركومير بتكون من يعني تو تايبز اوف فيلمنت، عندنا الثين فيلمنت والثيك فيلمنت. هسه الثين فيلمنت فيها بيكونها ثلاث بروتينات اساسيه، اهم جزء منهم هو الاكتين، وفي بروتين او نوعين ثانيات من البروتينات اللي هي التروبولين والتروبومايسين.
اذا بنلاحظ في الصوره هاي انا عندي الاكتين فيلامنت اللي هو عباره عن خلينا نقول بيكون عباره عن بروتين توستد بروتين اللي هو هون راح يكون عليه البروتين اللي اسمه تروبومايسين، والتروبومايسين نفسه عليه بيرتبط عليه البروتين اللي اسمه التروبولين. هسه شو فكره التروبومايسين؟ هسه انا عندي زي ما حكينا عشان صار انا عندي كونتراكشن بالسكاربكومير لازم المايوسين يتفاعل مع المايوسين فيلامنت يتفاعل مع الاكتين فيلامنت عن طريق الهيد اوف مايوسين. هسه الاكتين فيلامنت فيها مناطق او اريا بسموها الميوسين هيد بيندنج اريا او الميوسين او البيندنج اريا فور ميوسين هيد. هاي البيندنج اريا راح تكون يعني راح تغطي التروبومايسين راح تغطي هاي البيندنج اريا، فبالتالي في حاله الريلاكسيشن البيندنج اريا اللي ترتبط فيها الميوسين هيد راح تكون ايش يعني خلينا نقول بلوكد باي التروبومايسين. التروبولين انا عندي ثلاث انواع او خلينا نقول ثلاث مكونات اساسيه من التروبولين. عندي تروبولين سي وتروبولين كي وتروبولين اي. التروبولين سي هو اللي راح يرتبط فيها الكالسيوم زي ما نشوف راح نشوف كمان شوي، بينما التروبولين تي هو اللي راح بيكون مرتبط في التروبومايسين، بينما التروبولين اي اللي بيمنع المايوسين من انه يرتبط على الاكتين فيلامنت. بس انا ايش الفكره من مثلا عندي مسل كونتراكشن؟ الفكره انه انا لما يصير عندي الكالسيوم يرتبط مع التروبونين، يعني هسه التروبونين حكينا له ثلاث انواع، لما يجي الكالسيوم يرتبط مع التروبونين سي راح يصير في عندي تغير شكلي في او التروبونين راح يتفاعل مع التروبومايسين ويصير عندي كونفورميشنال تشينج، وبالتالي التروبومايسين راح تتحرك وتكشف البيندنج جروف او البيندنج اريا تبعت المايوسين هيدز. فبالتالي لما يرتبط الكالسيوم مع التروبونين يصير عندي كونفورميشنال تشينج البيندنج جروف راح تبين عندي، وبالتالي المايوسين هيدز صار الان بامكانها ترتبط مع هاي البيندنج جروف تعمل لي كونتراكشن. فعشان هيك بسموا السكيليتال مسل كونتراكشن بسموها ثين فيلامنت ريجوليتد. ليش بسموها ثين فيلامنت ريجوليتد؟ لانه اللي بحدد اذا المايوسين هيد راح يرتبط مع الاكتين لا هي التروبونين والتروبومايسين والتفاعل بينهم، وهي عباره عن ثين فيلامنت، فعشان هيك بسموها ثين فيلامنت ريجوليتد. هسه بدنا نحكي كيف راح يصير كونتراكشن بعد ما صار عندي يعني بعد ما ارتبط الكالسيوم بالتروبونين وحرك التروبومايسين وصارت البيندنج جروف يعني مكشوفه وواضحه. الان بدنا نحكي ايش السايكل اللي بتصير لما يكون خلينا نقول يكون البيندنج جروف خلينا نقول مكشوفه وواضحه. الان راح تبلش تشتغل المايوسين هيد. هسه في معلومه مهمه انه المايوسين هيد يعني بيحكوا انه لها اي تي بيز اكتيفيتي. ايش يعني اي تي بيز اكتيفيتي؟ يعني انه بامكانها تعمل هيدروليسيز للاي تي بي وتستفيد من هاي الطاقه في الكونتراكشن والبندنج مع الاكتين فيلامنت. الان ارتبط الاي تي بي مع المايوسين هيد، وعن طريق الاي تي بيز اكتيفيتي عملت هيدروليسيز للاي تي بي وصار عندي اي دي بي وفوسفيت. هسه هاي طاقه الهيدروليسيز هي راح تستخدمها المايوسين بحيث انه يصير لها ايش كونفورميشنال تشينج. الان بعد ما صار لها كونفورميشنال تشينج الفوسفيت يعني راح يصير له ريليز من او راح يصير له ديتاتشمنت فروم مايوسين هيد، وبالتالي بعد ما يصير له ديتاتشمنت راح يرتبط المايوسين هيد بالبيندنج جروف. بعد ما يرتبط المايوسين هيد بالبيندنج جروف راح يصير برضه ديتاتشمنت للاي دي بي، وبعد ما يصير ديتاتشمنت للاي دي بي راح يصير عندنا خلينا نقول موفمنت او يعني خلينا نقول كونتراكشن للمايوسين هيد. الميوسين هيد راح يسحب الاكتين فيلامنت لوسط الساركومير، وهي العمليه بسموها الباور ستروك، اللي هي انه لما صار انا عندي بعد ما صار عندي ديتاتشمنت للاي دي بي الميوسين هيد صار لها خلينا نقول كونتراكشن وسحبت الاكتين فيلامنت لوسط الساركومير لجهه الام لاين يعني. طيب الان بعد ما انا عملت كونتراكشن وسحبت الاكتين لوسط الساركومير برجع بيجي عندي الاي تي بي، ولما يرتبط الاي تي بي بالمايوسين هيد راح يصير عندي ايش المايوسين هيد ايش يعني راح يصير لها ديتاتشمنت من الاكتين فيلامنت. فمهم تميزوا تعرفوا انه الاي تي بي لما يرتبط مع المايوسين راح يصير له ديتاتشمنت ات ويل ديتاتش فروم ايش فروم اكتين. في خلينا نقول مصطلح مهم برضه انه لما الاكت الميوسين يرتبط مع الاكتين بيسوي بشكل شيء اسمه كروس بريدج.
كروس بريدج. الكروس بريدج هي ارتباط الميوسين بالجروف على الاكتين. لما الاي تي بي يرتبط مع الميوسين هيد راح يصير عندنا ديتاتشمنت لهذا الكروس بريدج. اذا بتلاحظوا هاي العمليه يعني خلينا نقول هي يعني عباره عن سايكل، يعني راح يظل ان العمليه هاي تتكرر حتى اظلني اسحب هاي العمليه راح تظل تتكرر حتى اظلني اسحب الميوسين في الاكتين فيلمنت على الميوسين فيلمنت لاقصى درجه ممكنه او خلينا نقول للمسافه اللي انا بدي اياها. خلينا نقول نلخص الكونتراكشن ميكانيزم على السريع. انا عندي اثنين فيلمنت بيك فيلمنت، الكالسيوم لما يصير له ريليز من السيركوبلازم كريتيكولم راح يرتبط على التروبولين سي، التروبولين سي راح يحرك راح يعني يحفز كونفورميشنال تشينج بالتروبومايسين، التروبومايسين راح يبتعد او راح يتحرك من البندنج جروف، فبتصير البندنج جروف بتصير مكشوفه. بعد هيك الميوسين هند راح تستخدم الاي تي بي وتعملها هيدروليسيس وتستفيد من الطاقه تبعتها بحيث انها ترتبط مع البندنج جروف. وبعد هيك بصير انا عندي الباور ستروك اللي هي انه بصير انا عندي انوارد موفمنت اوف اكتين اون ميوسين. فهي هي خلاصه الكونتراكشن ميكانيزم. الان في عندي موضوع اللي هو اسمه اكزايتيشن كونتراكشن كابلنج. احنا حكينا عن الكونتراكشن اللي هو كله عباره عن العمليه بتصير داخل الساركومير، لكن احنا بدنا يعني نتكلم الان ايش اللي بيحفز الكونتراكشن اوف ساركومير اللي هو الاكزايتيشن والاكشن بوتنشال. فعشان هيك بسموه اكزايتيشن كونتراكشن كابلنج، يعني عشان اصير انا عندي كونتراكشن لازم اعمل اكزايتيشن يصير عندي اكشن بوتنشال في السكيلتال ماسلز، بعديها راح يصير عندي كونتراكشن. فكرة انه مثلا انا عندي شيء اسمه النيورو ماسكولار جانكشن، انا عندي هاي خلينا نقول البري سينابتك تيرمينال وانا عندي سينابتك كليفت، يعني الفكره شبيهه بالكيميكال سينابسز اللي شرحناها بشابتر 46. انا عندي البري سينابتك تيرمينال وعندي السينابتك كليفت وعندي انا البوست سينابتك ممبرين هو عباره عن السكيلتال مسل ممبرين. فالفكره انه انا لما يجي عندي مثلا عندي اكشن بوتنشال للبري سينابتك تيرمينال راح وتدخل الكالسيوم زي ما حكينا بشابتر 46 وتعمل اندكشن للريليز اوف نيورو ترانسميترز، هاي النيورو ترانسميترز راح تروح على السينابتك كليفت وترتبط باللاينجن جيتد صوديوم شانل، بعديها راح يعني تعمل اندكشن للاوبننج اوف صوديوم شانل، بعديها راح يدخل الصوديوم من السينابتك كليفت لداخل الممبرين اوف سكيليتال مسل لداخل السكيليتال مسل سيل. بعد ما يدخل الصوديوم لداخل السكيليتال مسل سيل راح يوصلها لحد الثريشولد ويصير عندي اكشن بوتنشال زي ما بنعرف. الان انا صار عندي نيورونال ديبولاريزيشن، فصار عندنا ايش ريليز الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين يرتبط باللايجن جيتد صوديوم شانل وفتحها وصار عندي ايش صوديوم انفلكس. بعد هيك صار عندي مسل سيل ديبولاريزيشن، بعد ما صار عندي مسل سيل ديبولاريزيشن راح يصير عندي كونتراكشن. الميكانيزم هسه راح نحكي عنها. طيب انا راح يصير عندي الان زي ما حكينا انه راح يصير عندي ديبولاريزيشن بالسيل بالسكيلتال سيل ممبرين اللي هو ساركوليما، بصير لها ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن هذا راح يضل ينتقل على طول السيل ممبرين حتى يصل للتي تيوبيول. زي ما حكينا احنا التي تيوبيول هي عباره عن انفاجينيشن للساركوليما لداخل او تروح ديبلي في السكيلتال مسل سيل. الان التي تيوبيول زي ما حكينا انه لما تكون تي تيوبيول بتكون حواليها شيء اسمه تيرمينال سيستيرني اللي هي جزء من السكيلتال الساركوبلازم كريتيكولم. لما الاكشن بوتنشال يروح للترانزفيرس تيوبيول راح يحفز الساركوبلازم كريتيكولم بطريقه راح نحكي عنها او بميكانيزم راح نحكي عنه كمان شوي، وبالتالي الساركوبلازم كريتيكولم راح تعمل ريليز للكالسيوم اللي هي مخزنته لداخل الساركومير وراح يصير عندنا الكونتراكشن والميكانيزم اللي حكينا عنه قبل شوي. طيب الان احنا حكينا انه التي تيوبيول اللي هي هاي التي تيوبيول راح تحفز الريليز اوف كالسيوم من الساركوبلازم كريتيكولم. في التي تيوبيول لما اصير انا قريب من الساركوبلازم كريتيكولم او من التيرمينال سيستيرني في عندي ريسبتور اسمه داي هيدروبايريدين ريسبتور او هو خلينا نقول بسموه ال تايب كالسيوم شانل. هذا الداي هيدروبايريدين ريسبتور لما يصل الساركوليما ديبولاريزيشن لهي المنطقه راح يصير له ايش اوبننج، يعني هو عباره عن فولتج جيتد كالسيوم شانل. راح يفتح هذا الكالسيوم شانل ويصير عندنا ايش الكالسيوم راح يدخل لداخل السكيلتال مسل سيل.
فلما يدخل الكالسيوم الى داخل سكلت المسلسل راح يحفز ريسبتور ثاني بيكون موجود على الساركوبلازم كريتيكولوم اسمه رايانودين ريسبتور. فالكالسيوم بيحفز الرايانودين ريسبتور، وبالتالي الرايانودين ريسبتور راح يفتح ويخلي الكالسيوم اللي انا مخزنه داخل الساركوبلازم كريتيكولوم يطلع على يعني يطلع لبرا ويروح للساركومير ويعمل كونتراكشن بالميكانيزم اللي حكينا عنه قبل شوي، لما انه يرتبط على التروبونين ويعمل كونفرميشن تشينج بالتروبومايسين ويصير عندي يعني الميكانيزم كله. لما صار عندي ديبلورايزيشن وصل للتي تيوبيول، التي تيوبيول راح يعمل اوبننج للدي هيدروبايريدين اللي هي بيسموها يعني هي عباره عن فولتج جيتد كالسيوم شانل. الدي هيدروبايريدين لما تفتح هدخل الكالسيوم لداخل السكيلتال مسل سيل، وبالتالي راح تحفز الرينين ريسبتور وتخليها تفتح. فهاي الميكانيزم مرات بيسموها كالسيوم او كالسيوم اندوست كالسيوم ريليز. يعني في بعض الكتب بيسموه كالسيوم اندوس كالسيوم ريليز. ايش يعني كالسيوم اندوس كالسيوم ريليز؟ يعني انه انا الريليز لما عملت ريليز الكالسيوم للساركوبلازم كريتيكولوم اتحفزت عن طريق الكالسيوم اللي اجى من الاكسترا سيلولر فلويد او من سينابتيك كريفت. فهي الفكره انه الكالسيوم اللي دخل من داي هيدروبايدين ريسبتور حفز الرينين ريسبتور عشان يعني تفتح وتطلع الكالسيوم ايون لبرا عشان يصير عندي كونتراكشن. فهي بسموها كالسيوم اندوس كالسيوم ريليز. هنا برضو صوره بتوضح الفكره اللي حكينا عنها. عندي تي تي بيول وصل عندي اكثر بوتنشال، هنا عندي هيدروبايدين ريسبتور بتكون لما تكون كلوزد الرينين ريسبتور راح تكون ايش كلوزد. لما يصير الاكشن بوتنشال وتفتح الرينين ريسبتور بيدخل هنا الكالسيوم، الكالسيوم راح يدخل ويحفز الرينين ريسبتور وبالتالي تفتح الرينين ريسبتور. فاذا فتح الداي هيدروبايدين ريسبتور راح يفتح الرينين ريسبتور والعكس صحيح. الفكره انه انا لو قدرت اعمل يعني مثلا لو قدرت اعمل بلوك للدي هيدروبايدين ريسبتور وامنع الكالسيوم انفلكس لداخل سكيلت المسل سيل، بالتالي انا راح امنع الرينودين ريسبتور انها تفتح، وبالتالي بمنع الكالسيوم ريليز من الساركوبلازم كريتيكولوم وبمنع الكونتراكشن اوف سكيلت المسل. فهي الفكره انه في بعض الادويه بتشتغل على دي هيدروبايدين ريسبتور وبتمنع شغلها وبالتالي بتمنع العمليه وتوقف وبتعمل انهبيشن او بتعمل خلينا نقول بتوقف عملية الاكزيتيشن كونتراكشن كابلنج. يعني انا خلينا نقول انه صار انا عندي خلصت الكونتراكشن، يعني عملت اكزيتيشن للسكيلتال مسل وصار في عندي كونتراكشن وخلصت الكونتراكشن وانتهت القصة. الان كيف بدي ارجع الكالسيوم ايون للساركوبلازم كريتيكولم اللي هو المخزن تبعها؟ في عندي شيء اسمه ساركو اندوبلازم كريتيكولم كالسيوم اي تي بيز. هذا الاي تي بيز بيشتغل يعني هو يعني العملية هي عبارة عن خلينا نقول اكتيف ترانسبورت، يعني اكتيف ترانسبورت سيستم بيستخدم الاي تي بي، يعني عنده اي تي بيز اكتيفيتي بيستخدم بيعمل اي تي بي هيدروليسيز بيستفيد من طاقة الهيدروليسيز تبعت الاي تي بي عشان ينقل الكالسيوم ايون من خلينا نقول من الانر سايد تبع او خلينا نقول من برا الساركوبلازم كريتيكولم لجواها. يعني هاي العمليه بتصير بعد ما انا انتهيت من الكونتراكشن وخلاص انا بدي اعمل ريلاكسيشن للمصل، راح هذا الساركوبلازم الكالسيوم الكالسيوم بامب او الكالسيوم اي تي بيز يضخ الكالسيوم من برا الاندوبلازم الساركوبلازم كريتيكولم لداخل الساركوبلازم كريتيكولم. طيب في موضوع مهم انه يعني نعرفه انه بس انا عندي خلينا نقول ديفرنت سكيليتال مسل في ديفرنت بارتس اوف ماي بودي. فانا في خلينا نقول سكيليتال مسل بيهمني فيها الدقه انه يكون شغلها دقيق كثير، بينما في يعني في سكيليتال مسل ثانيه ما بيهمني انها تكون يعني انه تكون دقيقه في شغلها لكن بيهمني انها تكون قويه. فايش العامل الاساسي اللي يعني اللي بيشتغل على البريسيجن والاكيورسي اوف سكيليتال مسل موفمنت؟ اللي هي انا قديش عندي يعني النيورون الواحد اللي بيجي من النيرفس سيستم قديش بتحكم في مسل فايبرز. اذا كان النيورون او هو اللي بسموه الموتور نيورون بتحكم في مسل فايبرز قليل، فبالتالي الدقه عندي راح تكون اعلى، فبالتالي هذه السكيلت المسل راح يكون شغلها ايش بريسايز واكوريت. بينما اذا كان عندي الموتور نيورون اللي بيجي من النيرفس سيستم بتحكم في خلينا نقول لارج نمبر اوف مسل فايبرز، بالتالي يعني خلينا نقول الاكتيفيتي راح تكون سترونج بينما البريسيجن راح تكون قليل، ما راح تكون اكيوريت موفمنت. فمثال عليها مثلا الاي موفمنت او الهاند موفمنت، لما مثلا واحد عنده مثلا بيعتمد
مثلا عنده صنعة معينة وبيعتمد على مهارة ايديه، راح تكون عنده الموتور نيورون مرتبطة بعدد قليل من المسل فايبر، لانه يعني لانه شغله بيعتمد على الدقة. بينما مثلا خلينا نقول عضلات الرجلين، مثلا نقول الجاستروكينيميوس او السوليوس، لان انا هنا بيهمني فيها السترينث اوف اكتيفيتي، ما بيهمني خلينا نقول الاكيورسي. فالموتور نيورون راح يرتبط بعدد كبير من المسل فايبر، فبالتالي بيزيد السترينث اوف كونتراكشن. السكيلتال مسل كونتراكشن او الفورس اوف سكيلتال مسل كونتراكشن بيعتمد على خمس عوامل رئيسيه، اللي هي السايز، يعني كل ما زاد السايز تبع المسل فايبر راح يزيد الكونتراكشن. النمبر اوف مسل فايبرز، كل ما زاد النمبر اوف مسل فايبرز راح تزيد الفورس اوف كونتراكشن. واللينث اوف ساركومير، يعني منطقيه، كل ما زاد اللينث اوف ساركومير بالتالي راح يصير انا عندي المسافه اللي بتحرك فيها اكبر، يعني بامكاني اسحب الاكتين فيلمنت على مسافه اطول، فبالتالي الفورس اوف كونتراكشن راح تكون اعلى. بس في خلينا نقول عاملين برضه مهمات كثير بدنا نوضحهم هسه، هم الفريكونسي والفيلوسيتي اوف مسل كونتراكشن. فريكونسي، احنا زي ما بنعرف انه لما يصير عندي الاكشن بوتنشال يصل للتي تي بي ويفتح داي هيدروبيريدين ريسبتور ويدخل الكالسيوم ايونز وتحفز الرايونيدين ريسبتور، بالتالي راح يصير عندي ريليز من الكالسيوم لداخل السكيلتال مسل سيل وتشتغل على الساركومير. الان انا اذا بعد ما تنتهي كل عمليه الكونتراكشن راح ارجع اضخ الكالسيوم من برا الساركوبلازم كريتيكولم لداخل الساركوبلازم كريتيكولم. الفكره انه اذا صار واحد عندي، يعني اذا صار عندي خلينا نقول فريكوينت اكزايتيشن للسكيلتال مسل سيل، يعني اذا واحد صار عنده اكشن، يعني مثلا 20 اكشن بوتنشال فرضا ورا بعض، 20 اكشن بوتنشال ورا بعض، الكالسيوم اي تي بيز الموجود على الساركوبلازم كريتيكولم ما راح يلحق يشتغل ويرجع الكالسيوم ايون، الكالسيوم ايون لداخل الساركوبلازم كريتيكولم، لانه كل ما بدي ارجعهم بيرجع عندي اكشن بوتنشال ثاني وبرجع بعملهم ريليز، كل ما بدي ارجعهم برجع بعملهم ريليز، فبالتالي بصير عندنا اكوميوليشن الكالسيوم، بصير عندنا اكوميوليشن الكالسيوم، بصير له اكوميوليشن في الـ في الـ في, الـ في الساركومير، بالتالي راح يزيد الفورس اوف كونتراكشن. زي ما بنعرف احنا الفورس اوف كونتراكشن او الكونتراكشن تبع السكيلتال المسل بيعتمد بشكل اساسي على الكالسيوم، فكل ما زاد تركيز الكالسيوم في الساركومير راح يزيد الكونتراكشن اوف الفورس اوف كونتراكشن. العامل الثاني هو الفيلوسيتي. خلينا نقول الفورس بيعتمد او بتناسب عكسيا مع الفيلوسيتي، كل ما زادت الفيلوسيتي قل الفورس، كل ما قلت الفيلوسيتي زاد الفورس. طب ليش يعني، او خلينا نقول شو الفكره من الموضوع؟ الفكره ان انا عملت، اذا عملت انا كونتراكشن يعني بسرعه كبيره، المايشن هيد ما راح، مش كل يعني ما راح تلحق ترتبط بالبندنج جروف الموجود على الاكتين فيلمنت بكميه كبيره، فبالتالي الكروس بريدج اللي راح تتشكل راح يكون عددها قليل، فبالتالي الفورس اوف كونتراكشن راح تكون خلينا نقول قليله او ضعيفه. بينما اذا انا خلينا نقول الكونتراكشن كان يعني كان سلو، ما كانش يعني خلينا نقول وذ هاي فيلوسيتي، اذا كان يعني صار سلولي، بالتالي راح انا عندي وقت كافي اني اشكل كروس بريدج زي ما بدي، واعمل اخلي يعني كميه كبيره من الميشن هيدز ترتبط بالبندنج جروف على الاكتين، فبالتالي بشكل عدد كبير من الكروس بريدج، وبالتالي بزيد الفورس اوف كونتراكشن. الان عندي مصطلحين مهمات نميز بينهم، اللي هو الايزوتونيك والايزومتريك كونتراكشن. الفكره انه انا لما يعني السكيلتال مسل سيل لما يصير لها كونتراكشن راح يصير عندي نتيجتين، اما انه يصير لها شورتنينج، بالتالي انها المسل سيل بتصير يعني بيصير لها كونتراكشن واللينث اوف ساركومير راح يقل، بالتالي هذا بسميه ايزوتونيك كونتراكشن. ليش ايزوتونيك كونتراكشن؟ لانه التنشن راح يضل زي ما هو، يعني انا لو حملت مثلا، لو كنت حامل مثلا شوال خلينا نقول البطاطا مثلا، كان ثقيل علي اول ما حملته كان ثقيل علي، فبالتالي انا بدي ازيد التنشن تبع السكيليتال مسل بحيث انه يساوي التنشن تبع هذا الشوال، فبتساوي مع بعض فبسموها ايزوتونيك كونتراكشن. بينما لكن اللينث اوف سكيليتال مسل راح يقل، راح يتغير، راح يصغر، او راح يصير الساركومير اللينث اوف ساركومير راح يقل، فبالتالي بسميها ايزوتونيك كونتراكشن. بينما اذا المسل لينث ما ظلت ما تغير، ظلت زي ما هي، يعني افرض انا حملت مثلا شيء كثير يعني كثير ثقيل ما قدرت احركه،
راح التنشن تبع السكيلتال مسل راح يزيد، بينما اللينث تبعها راح يظل ثابت، فهذا بسموه الايزومتريك كونتراكشن. هاي الصورة برضو يعني بتوضح الفرق بين الايزوتونيك والايزومتريك كونتراكشن. انا اذا كان في عندي وزن كثير يعني ثقيل، الكونتراكشن اوف سكيلت المسل ما راح يقدر يحركه، فبالتالي راح يكون ايش اللينث اوف السركمير راح يظل ثابت، بينما تنشن راح يزيد، فعشان هيك بسموه ايزومتريك كونتراكشن، متر من مسافه، يعني المسافه راح تظلها ثابته. بينما الايزوتونيك انا اذا كنت حامل يعني شغله مقدور عليها، راح يصير عندنا اللينث اوف سركمير راح يقل، وبالتالي انا راح اعادل اللود المطلوب مني، يعني راح اوصل اللود المطلوب مني وارفع هذا الحمل. فهذا هو الفكره من الايزوتونيك كونتراكشن. طيب احنا زي ما عرفنا انه الساركومير بتكون من الثيك فيلامنت اللي هو المايوسين، والثين فيلامنت اللي هو الاكتين، وزي ما نعرف انه في اوفرلاب بين مايوسين اند اكتين. في مصطلح مهم انه خلينا نقول اللينث اند تنشن ديفلوبمنت، انه حسب المسافه او الاوفرلاب اريا بين المايوسين والاكتين راح يصير عندي شده التنشن او كميه التنشن اللي راح انتجها. ففي الصوره اللي عندي هون اربع حالات مفترضه بتبين لي اهميه اللينث اوف ساركومير والتنشن ديفلوبمنت. فمثلا بالحاله A انا عندي الاكتين، والاكتين كثير خلينا نقول كونتراكتد او كثير مقتربات من بعض، فبالتالي في عندي انا سيرفيس اريا هون او خلينا نقول جزء من الاكتين ما راح يرتبط فيه الميوسين هيد، فبالتالي هذا راح يكون عباره عن يعني مساحه ضائعه. فالتنشن اللي راح انتجه او المسل الفورس في المسل كونتراكشن راح يكون قليل. مثلا خلينا نشوف بحاله بي هنا، لا خلينا نقول تقريبا كل الميوسين هيد مرتبطه بالاكتين فيلامنت، وبامكانها وفي مسافه هون انه يصير لها كونتراكشن، فبالتالي الفورس اوف كونتراكشن اللي راح انتجها راح تكون يعني كويسه. برضه بحاله سي نفس الفكره، انا عندي هون الاكتين فيلامنت خلينا نقول اوفرلاب، صار لها اوفرلابنج مع كل الميوسين هيدز، بالتالي كل الميوسين هيدز راح يعملوا لي كروس بريدج ويصير لهم كونتراكشن، وفي مسافه كويسه تمشي فيها الاكتين فيلامنت، فبالتالي برضه هاي راح تعطيني جود فورس اوف كونتراكشن. بينما بحاله دي اذا بنشوف هون ان الاكتين فيلامنتس كثير مبتعدات عن بعض وما في مسافة أو ما في خلينا نقول اريا إنه يرتبط فيها المايوسين هيد، فبالتالي ما راح يصير عندي خلينا نقول كروس بريدج بكمية كبيرة، فبالتالي التنشن اللي راح أنتجه أو الفورس أوف كونتراكشن راح يكون كثير قليل. ففكرة اللينث تنشن ديفلوبمنت هي بتعتمد على الكروس بريدج، كل ما زاد الكروس بريدج نمبر كل ما زاد التنشن ديفلوبمنت، كل ما زاد الكروس بريدج نمبر كل ما زاد التنشن ديفلوبمنت. في تقسيمه مهمه للسكيلتال مسل فايبرز، هاي التقسيمه تعتمد على السبيد اوف كونتراكشن وعلى الميتابوليك باث واي اللي بتستخدم فيها الاي تي بي. فالسكيلتال مسل فايبرز عندنا نوعين، عندنا السلو تويت يعني السلو اكتنج مسل فايبر، وعندنا الفاست اكتنج مسل فايبر. طبعا في كتاب غايتون هم شارحين بس عن الفاست اوكسيديتيف فايبر، يعني هذا يعني المهم انكم تعرفوا ان في فاست اكتنج فايبرز، مش بالضروره تعرفوا تفصيلها زي ما هو بالصوره. المهم يعني انا في عندي سلو اكتنج سكيلتال مسل فايبر وفاست اكتنج سكيلتال مسل فايبر. اذا انا حكينا ان سلو مسل فايبر وفاست مسل فايبر، هسه سلو مسل فايبر راح تعمل هيدروسيس للاي تي بي بصوره بطيئه، بسموها ستو اوكسيديتيف ليش؟ لانها بتعمل بتستخدم الاوكسيديتيف فوسفوريليشن ميكانيزم اللي هي الايروبيك ريسبيريشن باث واي او الايروبيك جلايكوليسيس. فهس اصلا هي ليش سلو؟ لانه الايروبيك جلايكوليسيس بده فتره طويله تعطيني الاي تي بي اللي بدي اياه، فبالتالي هي راح تكون سلو اوكسيديتيف فايبرز. هاي السلو اوكسيديتيف فايبرز عندها يعني كميه كبيره من المايوجلوبين هذا هو عباره عن يعني خلينا نقول ستورج بروتين للاكسجين، يعني هذا المايوجلوبين مرتبط بالاكسجين بكميه كبيره وبيخزن الاكسجين داخل السكيليتال مسل سيلز، وعندها برضه يعني هاي بلاد فيسل
عندها هاي نمبر اوف بلاد فيسل، عندها برضو خلينا نقول هاي نمبر اوف ميتوكوندريا عشان يعني بتفيدني بعمليه الايروبيك اسبيريشن وتصنع الاي تي بي. فبسموها مرات برضو اللي هي بسموها الريد ماسل فايبر، لانه انا عندي زي ما بتعرف زي ما شفت احنا عندنا مايوجلوبين كثير، والبلاد فيسل برضو يعني كميتها كبيره، والميتوكوندريا برضو يعني كميتها كبيره. فكل هاي الاشياء راح تعطي هاي السكيلتال مسل لون احمر او لون قريب من الاحمر. بينما بالفاست اكتنج فايبر اللي هو بسموها تايب 2 او بسموها الوايت ماسل فايبر، هي فاست. ليش فاست؟ لان راح تعمل هيدروليسيس للاي تي بي بصوره كبيره، يعني بسموها جلايكوليتيك لانه ما بتعتمد على الاكسيديت الفوسفوريليشن زي 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 النوع اللي حكينا عنه قبل شوي، لا هي بتعتمد على الانيروبيك باث واي، الانيروبيك جلايكوليسيس. فهاي الفاست ماسل فايبر راح يكون عندها المايوجلوبين يعني كميته قليله، والبلاد فيسل عندها برضه ايش كميته قليله، فعشان بسموها وايت ماسل فايبرز. وايت ماسل فايبرز هاي الماسل فايبرز تركيز الاكسجين عفوا بتخزن الجلايكوجين والجلوكوز بكميه كبيره، لانه هي زي ما حكينا بتعتمد على الانيروبيك جلايكوليسيز، بتعتمد على انه تعمل تحول الجلايكوليسيز للبايروفيت وتعطيني 2 اي تي بيز. بس هاي ال2 اي تي بيز راح يعني راح نجيبها خلينا نقول بسرعه كبيره، فهاي الفكره منها. البايروفيت بعدين راح تحول للاكتيت. فالفاست جلايكوليتيك او الفاست اكتنج فايبرز اللي هي وايت ماسل فايبرز بتحتوي على عدد قليل من الميتوكوندريا وعدد قليل من البلاد فيسلز، وبتحتوي على عدد كبير من الساركوميرز، لانه شغلها راح يعني ما راح يعتمد لا على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن ولا على الميتوكوندريا ولا على شيء. هي بتعتمد بس على الانيروبيك جلايكوليسيز، بتعطيني اي تي بي ال2 اي تي بي بس من الجلايكوليسيز بسرعه. فعشان هيك هي بتشتغل بسرعه. فكرتها انه بصيرها فاتيج يعني فاستلي. ليش بصيرها فاتيج فاستلي؟ لانه اول شيء زي ما قلنا انه ما عندها ستورج اوف اي تي بي، ما عندها ميتوكوندريا كثير، فبالتالي وراح يتراكم عندي اللاكتيت. زي ما بتعرفوا اللاكتيت لما يتراكم في السكيلتال المسل راح برضه نعمل لها فاتيج وكرامبنج. الفاست جلايكوليتيك فايبرز بستخدمها لما بدي يعني في السترونجست موفمنت، في السترونجست اكتيفيتي. فأي عضلة مثلا بدي استخدمها بسرعة، مثلا لما بدي اركض، او مثلا لما بدي استخدم مثلا عضلات الايد، اذا بتلاحظوا او خبلاش مثلا عضلات العينين في هي عبارة عن وايت مسل فايبرز، فاست اكتنج مسل فايبرز راح تعتمد على الانيروبيك باثوي، لكنها اذا بتلاحظوا عضلات العينين بتتعب بسرعه. ليش؟ لانه زي ما حكينا راح يصير في عندنا اكوميليشن اوف لاكتيت، ويصير في عندنا مسل فاتيج وكرامبنج، وما في عندي ستورج او ما في عندنا كميه كبيره من الميتوكوندريا والمايوجلوبين والاي تي بي. خص السلو والفاست اكتنج مسل فايبر، السلو تويتش فايبرز اللي هي يعني راح تشتغل من اسمها راح تشتغل سلولي، لونها زي ما حكينا راح يكون ديب ريد كلر، لانه راح تكون عندها المايوجلوبين والبلاد فيسلز عندها بكميه كبيره، فراح يعطيها لون احمر. المايوجلوبين راح يرتبط بالاكسجين. ايش بيفيدني الاكسجين؟ لانه راح استخدمها في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بداخل الميتوكوندريا عشان تعطيني الاي تي بي. فهاي اللي بيميز السلو تويتش فايبرز انها ايش يعني not easily fatigued، او بسموها يعني بيحكوا لها resistant to fatigue. ليش resistant to fatigue؟ لانه ما راح يصير في عندي accumulation of lactate، وما راح يصير عندي depletion لل ATP، فبالتالي ما راح يصير في عندها fatigue وراح تضلها شغالة لفترة طويلة. عشان هيك برضه هي بتشتغل في خلينا نقول في الاكتيفيتي اللي بتحتاج فتره طويله. يعني مثلا هذا الجندي مثلا اللي ممكن يكون شغال مثلا على الحدود او الى اخره، راح يضل واقف لفتره طويله من اليوم، فمعظم شغله راح يعني راح يعتمد على السلو فايبرز او اللي بسموه الوايت مسل فايبرز. مثلا العضلات اللي تكون موجوده في السباين اللي بتخلينا مثلا واقفين ومحافظين يعني على استقامتنا، هاي كلها عباره عن سلو اكتنج فايبرز بتضلها شغاله فتره طويله وما بصير لها فتيق بسرعه. الفاست تويتش فايبرز او الوايت ماسل فايبرز هي راح تشتغل بسرعه، راح تكون بيل ان كلر لانه ما عندي مايوجلوبين وبلاد فيسل بكميه كبيره، زي ما حكينا راح يكون عندها ستورج للجلوكوز والجلايكوجين
وراح تعتمد على الانيروبيك جلايكوليسيز عشان تعطيني الاي تي بي، وبعرف راح يكون عندها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، وراح يصير لها فاتيج بسرعه. وزي حكينا من احد الامثله عليها مثلا الاي ماسلز، او مثلا المسلز اوف ذا هاند، او الى اخره. لكن معظم العضلات الموجوده في جسمنا بتكون عباره عن ميكستشر بين الفاست والسلو مسل فايبرز. خلصنا شابتر 6 و7 اللي كانت تتكلم عن سكيلت المسل، الكونتراكشن والاكزايتيشن والعلاقه بينهم. لا راح نتكلم عن السموث مسل كونتراكشن والاكزايتيشن والكونتراكشن تبع السموث مسل، وراح نحكي عن الفرق بينها وبين السكيلت المسل. انا عندي نوعين من السموث مسل فايبرز اللي هو بيسموها المالتي يونت سموث مسل واليونيتري سموث مسل، او هاي اللي بيسموها مرات سنسيشن سموث مسل. بس الفرق الاساسي بينهم انه المالتي يونت سموث مسل انه هاي السموث مسل او البندل اوف سموث مسل راح يكون عندها اكثر من نيورون، يعني مالتيبل نيورون، او بيعملها انرفيشن ل خلينا نقول مالتيبل بارت اوف سموث مسل بندل. بينما بالسنجل يونت سموث مسل راح يكون عندي نيورون واحد بحفز كل او بيشتغل على كل البندل تبع السنجل يونت سموث مسل سيلز. الخاصيه الثانيه انه السنجل يونت راح يكون في الخلايا اللي بينها راح يكون في عندنا جاب جنكشن. ليش؟ لانه ما عندي الا يعني نيورون واحد بس، او نقول نيرف واحد. فبالتالي بعد ما النيرف يعمل اكزايتيشن ل خلينا نقول لهي مثلا السموث مسل، السموث مسل هاي راح عن طريق الجاب جنكشن زي ما حكينا راح، وهو عباره عن الكتريكال سينابس، تحفز باقي السموث مسل سيلز الموجوده بهذا البندل. هسه مرات ليش بسموها سنسيشيال؟ سنسيشيال يعني من نحكي كلمه سنسيشيال او سنسيشيوم، يعني هي يعني عباره عن كتله واحده، يعني بتشتغل كوحده واحده. ليش بتشتغل كوحده واحده؟ لانه احنا لما نعمل يعني اكزايتيشن لبعض الخلايا عن طريق الجاب جنكشن كلهم راح يشتغلوا مع بعض، لانه الجاب جنكشن هي يعني بتشتغل بسرعه، يعني زي ما حكينا انه الالكتريكال سينابسز بتشتغل ايش يعني فيري فاستلي. هسه الخصائص اللي بتميز السموث مسل سيل عن السكيلت مسل سيل، يعني هم يعني كثير، لكن اهم شيء هاي الخصائص انه السموث مسل سيل يعني سلولي اكتنج، والموشن كروس بريدج راح يعني راح يتشكل بصوره بطيئه، والانرجي اللي بحتاجها حتى اعمل المايوسين بيندنج للاكتين فيلمنت واعمل كروس بريدج يعني راح احتاج يعني لو انرجي ريكويرمنت مقارنه بالسكيلت مسل سيل. الماكسيمم فورس اوف كونتراكشن تبع السموث مسل سيل اعلى من السكيلت مسل سيلز. واهم خاصيه اللي بدها شويه شرح اللي هي الستريس ريلاكسيشن اوف سموث مسل. بس الفكره انه انا مثلا عندي السموث مسل سيل موجوده مثلا باماكن مختلفه، مثلا حوالين الارتريز في الجاستروانتستينال تراكت واماكن مختلفه. انا لما يكون مثلا عندي مثلا خلينا نشرحها مثال على البلد فيسل. البلد فيسل لما اعمل ستريتش للبلد فيسل مثلا عملت زاد ضغط الدم عندي مثلا، او زاد كميه الدم الموجوده في البلد فيسل، لما عملت ستريتشنج للسموث مسل سيل راح تشتغل، راح يصير لها اكتيفيشن وتعمل كونتراكشن. لان لما عملت ستريتش صار عندي كونتراكشن. فالستريتش او الستريتشنج للسموث مسل سيل عباره عن ستيمولس للكونتراكشن، لكن الفكره انه هذا الكونتراكشن راح يضل لفتره قصيره، بعدين راح ايش راح يصير عندي ريلاكسيشن. ونفس الفكرة لما صار عندي ريلاكسيشن، انا مثلا كان هذا البلد فيسل مثلا خلينا نقول ستريتشد وديستندد لفترة طويلة، لما عمل له ريلاكسيشن فجأة بعد ما عمل له ريلاكسيشن السموث مسل سيل راح يعني راح يصير لها برضه كونتراكشن. فالفكرة انه لما اعمل ستريتش السموث مسل سيل راح تعمل كونتراكشن وتضيق اللومن اوف بلاد فيسل، برضه لما اعمل خلينا نقول ريلاكسيشن او خلينا نقول اصغر اللومن تبع البلاد فيسل السموث مسل سيل راح تسوي ريلاكسيشن وتوسع البلاد فيسل، يعني هي راح تعاكس الانيشال ستيمولس في البدايه راح تعكس الانيشال ستيمولس، لكن بعد فتره هذا الايفكت راح يروح. فهي فكره الستريس ريلاكسيشن كرايتيريا او كاركترستيك اوف سموث مسل. المهم برضو بين السموث مسل والسكيلتال مسل سيل انه السورس اوف كالسيوم تبع السموث مسل سيل مين اللي بيجي من الاكسترسيلر فلويد، لانه الساركوبلازميك ريتيكولوم الموجود بالسموث مسل خلينا نقول يعني سلايتلي ديفلوب نوت ويل ديفلوب،
على عكس السكيلت المصري اللي شفته بالسكيلت المصري، احنا كان معظم شغلنا بيعتمد على الساركوبلازم كريتيكولم، بينما بالسموث ماسل سيل لا، ما في الساركوبلازم كريتيكولم مش كثير يعني، خلينا نقول متطوره بشكل كبير، ما بتخزن كالسيوم كميه كبيره، فبالتالي معظم شغلنا ومعظم اعتمادنا راح يكون على الاكسترا سيلولر فلويد كالسيوم. اذا زي ما حكينا انه احنا السموث ماسل سيل بتكون موجوده في الانتستين، بتكون في الايروي تبعت البرونكيول والبرونكيولز والبرونكيال تري يعني، وموجوده بالبلاد فيسل، وهي بتتحكم في الريزيستنس تو بلاد فلو عن طريق الارتريولز. طيب برضو عندها اكت انوفيشن فيلمنت، لكن برضو اللي بيميزها او بتفرق عن السكيلت مسل انها نون ستريتد. اذا بتلاحظوا السكيلت المسل والكارديك مسل سيلز هي ستريتد، فيها ستريشن يعني فيها خطوط عرضيه، بينما السموث ماسل سيل تحت يعني الهيستولوجي لما تشوفوها تحت الميكروسكوب ما راح يكون فيها ستريشن، فهذا برضو يعني خلينا نقول شيء بيميزها عن سكيلت المسل سيلز. برضو الخاص برضو الشيء بيميزها برضو عن سكيلت المسل سيل انه السموث ماسل سيل بيشتغل عليها هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، مين اللي الاوتونوميك نيرفس سيستم يعني شغلها راح يكون انفولنتري، بينما السكيلت المسل سيل لا، هي راح يعطيها راح يجيها سوماتيك انرفيشن وراح اشتغل فيها يعني عن طريق الفولنتري كنترول. فالسموث مسل سيل هو المين اكشن اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. اللي بيميز هسه بنتكلم عن الكونتراكشن تبع السموث مسل، السموث مسل سيل عندها مايوسين لايت تشين، المايوسين لايت تشين هذا لما يصير له فوسفوريليشن راح يصير عندي كونتراكشن للسموث مسل سيل، لما يصير له ديفوسفوريليشن راح يصير عندي ريلاكسيشن للسموث مسل سيل. هسه في عندي انزيم اسمه المايوسين لايت تشين كاينيز بيعمل فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين، وبالتالي بصير عندي كونتراكشن، بينما في عندي انزيم اخر اسمه مايوسين لايت تشين فوسفيتيز، هذا الانزيم بيشيل الفوسفات الموجودة على الموشن لايت تشين وبالتالي بيعمل لي ريلاكسيشن. في عندي انتراس او خلينا سيتوسوليك بروتين اسمه كالمودولين، الكالمودولين هذا بيرتبط فيه الكالسيوم ويشتغل على انه يحفز الموشن لايت تشين كاينيز. يعني مثلا انا دخل انا صار عندي مثلا اكزايتيشن للسموث مسل سيل وفتحت عندي الفولتج جيدد كالسيوم شانل، الفولتج جيدد كالسيوم شانل برضه لما تدخل راح تحفز السيركوبلازم كريتيكولوم زي السكيلت مسل سيل، بس كميه الكالسيوم اللي راح تطلع من السيركوبلازم كريتيكولوم كميتها قليله، فبالتالي انا صار عندي الكالسيوم موجود بالسيتوسول تبع السموث مسل سيل، الكالسيوم راح يرتبط بالكالمودولين والكالمودولين والكالسيوم كومبلكس راح يحفزوا الموشن لايت تشين كاينيز ويخلوه اكتف، والموشن لايت تشين كاينيز راح يستخدم الاي تي بي ويعمل فوسفوريليشن للموشن لايت تشين، ولما يصير عندي فوسفوريليشن للموشن لايت تشين راح يصير عندي سموث مسل سيل كونتراكشن. انا برضه صوره بتلخص شغل السموث مسل سيل، انه مثلا يعني الكالسيوم بيجي من يعني خلينا نقول بعده طرق مختلفه، اما انه يصير عندي ديبولار راديشن وافتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل، او انه افتح في عندنا لايجن جيتد كالسيوم شانل، او انه عن طريق الجي كيو ريسبتور اللي حكينا عنهم بالاوتونوميك نيرفس سيستم اني احفز او ازيد تركيز اليوسكول ترايفوسفيت وحفز الكالسيوم ريليز من السيركوبلازم كريتيكولوم. في الاخر كل هاي الميكانيزم راح تزيد الكالسيوم الموجود بالسيتوسول تبع السموث مسل سيل، والكالسيوم راح يرتبط مع الكالمودولين ويحفز الميشن لايت تشين كاينيز ويعمل فوسفوريليشن للميشن لايت تشين ويزيد والميشن لايت تشين يرتبط مع الاكتين ويعمل الكروس بريدج ويصير عندنا السايكل اللي حكينا عنها بالشابتر اللي قبل هيك. زي ما حكينا برضو انه بعد ما اخلص انا كونتراكشن لازم يكون عندي كالسيوم بامب تعمل ايش، تعمل البامبنج للكالسيوم برا السموث مسل سيل، اما انها توديها للساركوبلازم كريتيكولوم بس هي بتكون كميه قليله، او انها تطلعها برا السموث مسل سيل الاكسترا سيلولر فلويد. ف هنا يعني بعد ما عملت كونتراكشن اشتغلت عندي الكالسيوم بامب او الكالسيوم اي تي بيز، عملت بامبنج للكالسيوم من السيتوسول للسيركوبلازم كريتيكولوم بس هتكون كميه قليله، ومين اللي راح تعمل بامبنج للكالسيوم لبرا السيتوسول للاكسترا سيلولر فلويد، وبالتالي بقل كميه الكالسيوم الموجود بالسيتوسول تبع السموث مسل سيل، وبالتالي راح يقل الاكتيفيتي اوف مايوسين لايت تشين كاينيز، وراح يشتغل عندي المايوسين لايت تشين فوسفيتيز ويعمل دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين، وبالتالي بصير عندنا سموث مسل ريلاكسيشن.
هذا فنقول جدول بيقارن بين بين السموث مسل سيل والسكيلتال مسل سيل. احنا يعني شكون راح يكون عن السكيلتال والسموث مسل سيل؟ زي ما حكينا انه السكيلتال مسل سيل فيها ستريشن بينما السموث مسل سيل ما فيها ستريشن. الابستروك الاكشن بوتنشال اللي بصير في السموث مسل سيل في السكيلتال مسل سيل بسبب الصوديوم انفلكس. زي ما حكينا انه الاستيلكولين بيرتبط باللايجن جيتد صوديوم شانل، وبالتالي بصير عندنا ايش؟ صوديوم انفلكس. بينما لما صار عندي ديبولاريزيشن للسموث مسل ميمبرين راح يفتح عندي الفولتج جيتد كالسيوم شانل، وصير عندي كالسيوم انفلكس. الاثنين ما فيهمش بلاتو. الديوريشن الاكشن بوتنشال تبع سكيلتا مسل سيل بتكون تقريبا 1 ملي سكند، بينما الاكشن بوتنشال تبع السموث مسل سيل راح يكون برولونج اللي هو تقريبا 10 ملي سكند. بينما بالكارديك مسل سيل تذكروا لما حكينا عن البلاتو، البلاتو راح يعمل خلينا نقول برولونجيشن للسموث للكارديك مسل الكارديك مسل سيل، بالتالي الديوريشن تبع الاكشن بوتنشال تبع الكارديك مايوسايت في الفنتريكلز مثلا وغيرها راح يكون عندنا برولونج، لانه انا عندي بلاتو. البلاتو راح يكون في الاتريا والفينتريكلز والبريكنجي فايبرز، وبالتالي الاكشن بوتنشال ديوريشن تبعهم راح يكون عالي. اكزيتيشن كونتراكشن كابلينج لما حكينا بالسكيلت المسل سيل حكينا انه الاكشن بوتنشال المسل للتي تيوبيول راح يحفز الريليز، يعني الدايهيدروبايرودين ريسبتور راح تفتح ويصير عندنا كالسيوم انفلاكس، ويفتح الراينودين ريسبتور ويصير عندنا كالسيوم ريليز من السايتوبلازم كريتيكولم. بينما بالسموث مسل سيل انه الاكشن بوتنشال راح يفتح عندي راح يدخل الكالسيوم ميلي من الاكسسولار فلويد ويرتبط بالكالمودولين، وصير عندنا ويزود شغل الميشن لاتشن كانيز، ويصير عندنا سموث مسل سيل كونتراكشن. بينما بالسكيلتال مسل لا، الكالسيوم راح يرتبط بالتروبونسي ويعمل كونفورميشن تشينج بالتروبومايسين، وبكشف لي نقول البندنج جروفز، وبرتبط المايسين هيد بالاكتين فيلمنت، وبصير عندي كروس بريدج. وهيك احنا خلصنا نقول مراجعه الماده السكند. انا ما لحقت اعمل فيديو لتشابتر الاسيد بيس بالانس لانه صراحه ما لحقتش، ما كانش معي وقت. فبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تجيبوا علامات كويسه. يعطيكم العافيه.